السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هعلمكم طريقة بيتزا الريجين أو بيتزا التخسيس، طرية وخلال 20 دقيقة فقط. أول شي بنجيب وعاء، بنجيب بيكنج باودر، بنحط معلقة ونص، وبنحط كوب ونص ماء دافئ أو ماء فاترة، وبنحركهم منيح حتى يختلط المزيج تماما. وبنحطهم على جنب، ومنجيب وعاء تاني ونحط بقلب منه 4 كاسات من هاد، 4 كاسات طحين بهذا الشكل. طبعا انا حطيت 4 كاسات الا شوي، يعني 3 كاسات وربع. ونجيب خليط البيكنج باودر ونحطهم فوق الطحين ونبلش نعجن. بعد ما نخلص عجين بتصير العجينة بهذا الشكل مثل ما تكون شايفين، لذيذة. شايفين العجينة شلون صارت؟ هذا الشكل اللي صارت معنا. شوفوا شلون صارت العجينة، شايفين قوام العجين؟ تمام. هاي العجينة هلا بنقيمها لمدة دقيقة، نحملها وبنحط بالوعاء شوية زيت بهذا الشكل، وبنحط العجينة هيك، بنخلي وش العجينة كلياته زيت من تحت ومن فوق، وبنغطي الوعاء بكيس نايلون شفاف مثل ما عم بساوي أنا، مثل ما غطيت أنا، لمدة 5 دقائق مو أكتر. طبعا ما بيصير نفوت فيها، ما يصير يفوت لهوا او يدخل لهوا او اي شيء. بنغطيها ل5 دقائق فقط حتى تخمر العجينة. طبعا هاي بعد ما تخمرت شوفوا شلون صارت هاي العجينة، شايفين القوام؟ صارت طرية شايفين العجين شلون صارت طرية؟ طبعا هلا بنجيب مقلاية، مقلاية عادية، بنحط العجينة وبنفردها على المقلاية بشكل كامل هيك. حاولوا ما تكون سميكة العجينة. ومنجيب الشوكة بهذا الشكل، منثقب العجينة عشان تستوي كلها بشكل كامل، بتثقبوها شوي شوي بهذا الشكل. شايفين شلون؟ طبعا ضروري هي مرحلة التثقيب انه عشان تستوي بشكل كامل. شوفوا الشكل النهائي شلون بصير. شوفوا شلون صارت.
منجيب الكاتشب ومنحط، طبعا الكمية اختياري كتير قليل بكيفكم، بس انا حطيت شوي ومنمدهم. بنوزع الكاتشب فوق العجينة بشكل كامل، شايفين شلون؟ إذا لقيتوا الكمية قليلة وحبوا كتروها قللوها بكيفكم، طبعا اختيار الكمية اختياري، مهم يصير سطح العجين وش العجين كلياته عليه كاتشب. تمام، هلا منجيب الشقوان، انا برشته بهذا الشكل، فيكن تسوى شرائح فيكن تبرشوها مثل ما انا ساويتها. طبعا برش بتلاقوه افضل، انا لقيتها افضل وسلسي اكتر، بقدر انشرها بشكل اكبر. طبعا الاشقوان لازم نوزعها على سطح العجين بشكل كامل مشان تعطينا نكهة البيتزا اللي نحنا بنحبها وتشط معنا. مثل ما كنتم شايفين هاي وزعنا الأشقوان، طبعا هلا بنحط المرتديلا كمان كذلك الأمر، أنا مساوية شرائح صغيرة وتوزعوها بكيفكم. طبعا هذا اختياري، بتحبوا تكتروا الكمية تقللوها بكيفكم. تمام، بنجيب الزيتون كمان بنوزعه كمان اختياري، الكمية اختياري، بنحطهم على نار هادية وبنغطي المقلاية لمدة 10 دقائق لحتى تستوي بشكل كامل. لازم نغطي المقلاية مشان تستوي. طبعا هاي بعد ما مضى عليها 10 دقايق، شوفوا شلون صارت، عشان تعرفوا انه صارت تفتحوا عليها من طرف الغطا، طلعوا عليها بتلاقوها شلون صارت طرية، شوفوا شلون. وقبل ما ترفعوها عن النار لازم تتأكدوا انه من تحت استوت تماما. شوفوا شلون هلا ارفعها، طلعوا عليها شلون صارت من فوق وشلون صارت من تحت، شايفين شلون؟ تمام هيك استوت معنا تماما. هلا بنحط، بنشيلها من النار ونحطها شوي لتبرد وبنحطها بالصحن، وان شاء الله صحتين. وهنا لا تنسونا باللايك والاشتراك وتنشروا المقطع لاصدقائكم.